عندك قسمين أنا أشوف أن هذول القسمين هن الأهم على الإطلاق في عملك. خدمة ما بعد البيع اللي هي خدمة العملاء، وقسم التسويق، هذا يحافظ على العميل وهذا يجيب عميل جديد. أنت كمالك وشلون تساعد هذه الأقسام على أنها تعمل وهي مرتاحة تؤدي أفضل نتيجة ممكنة؟ شيء واحد بالمنتج، نوضح أكثر. أنت كمالك أو مدير تنفيذي قدامك هذا المنتج قبل لا تتخذ قرار التصنيع فيه، تبي تريح قسم خدمة العملاء خدمة ما بعد البيع، اهتم بالجودة، ترك ريحته. إذا العمر الافتراضي للمنتج 3 سنوات خلوه 10 سنوات، ترك ريحت قسمة خدمة العملاء. طيب عندنا قسم التسويق اللي هو المسؤول عن رفع المبيعات، تبي تريح قسم التسويق اللي لو تعطي 1000 ريال تسويق بعلك مليون، حط قيمة مضافة. بس خلصت المعادلة، قيمة مضافة في المنتج عشان يرتاح قسم التسويق، وجودة في المنتج عشان يرتاح قسم خدمة العملاء فقط. اليوم أنا بفتح براند برادات موية، وش يسوي قسم التسويق؟ لو أعطيه يصرف 1 مليار إعلانات والله ما يبيع ولا 200 مليون، وش أقول؟ تبرد الماء الحق عليها، كلنا كله يبرد الموية. قاعدة مرة 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 لذيذة وبسيطة جدا.